الزوجة هيلدا. أهلاً وسهلاً بك يا صديقتي القديمة، تفضلي، كيف حالك؟ إنني مشتاقة كثيراً لك. الجارة إليفسيد. وأنا كذلك مشتاقة لك يا عزيزتي هيلدا، ومسرورة لرؤيتك مجدداً بعد هذا الزمن الطويل. الزوج جورج. وأنا مسرور لرؤيتك مجدداً يا سيدتي، وشكراً على الأزهار. لا شكر على الواجب، وأنا أيضاً وصلت منذ مدة قريبة إلى البلدة، وخطر على بالي أن أزوركما لأرحب بكما، كما أريد منكما المساعدة في أمر يثير قلقي. حسناً حسناً، اجلسي وأخبرينا ما الأمر. يبدو أنكما لا تعلمان أن السيد إليرت لوفابورغ قد جاء أيضاً إلى البلدة. إليرت هنا؟ هذا غير معقول، متى جاء؟ كدنا أن ننساه. جاء منذ أسبوع تقريباً، أعتقد أن معه مبلغاً جيد من المال وحوله الكثير من المغريات، وقد يتعرض لأمر سيء أو يتصرف بشكل فيه مخاطرة. لماذا لم يحاول زيارتك أنت وزوجك؟ لا أعرف، لقد تعبت كثيراً حتى وصلت إلى عنوانه، لهذا أتمنى منك يا سيد تسمان أن تحسن استقباله وتهتم به، لقد كنتما صديقين حميمين في الماضي، كما أنكما درستما معاً الاختصاص ذاته، أخاف أن يتصرف بشكل يضر به نفسه. أعتقد أنه من الأفضل أن تكتب له رسالة وتدعوه لزيارتنا حتى نطمئن على حاله يا زوجي العزيز. اتفقنا، انتظراني هنا ريثما أدخل إلى المكتب وأكتب له الرسالة. عنوانه معي، ولكن أرجوك لا تذكر له أنني نقلت لكم أخباره وعنوانه. لا مشكلة يا سيدة إليفسيد، سوف أغيب قليلاً وأعود بالرسالة. الآن نستطيع يا صديقتي أن نتحدث على انفراد وباطمئنان وحدنا. ولكنني تأخرت ويجب أن أعود إلى البيت، قد يحتاجني بشيء زوجي السيد العمدة. اجلسي قليلاً لنتذكر حياتنا القديمة، كنا معاً بذات المدرسة، تتذكرين؟ نعم، كنت تسبقينني بصف وكنت أخاف منك كثيراً، كانت شخصيتك قوية وكنت تشديني دائماً من شعري على درج المدرسة، ومرة صرخت أنك سوف تحرقين شعري بصوت عال. هل فعلاً كنت قلت هذا؟ كم كنت شقية في صغري، ولكن أنا أتذكر أنك منذ سنوات قد ذهبت إلى بيت السيد العمدة كمربية لأطفاله. نعم، وكانت زوجته السابقة مريضة جداً وطريحة الفراش، سرعان ما توفيت رحمها الله، فتزوجني العمدة لأبقى مستمرة برعاية شؤون الأطفال. وطبعاً أنت كنت تعرفين إليرت جيداً، فهو صديق العمدة وبالطبع كان يزوركم قبل رحيله منذ زمن. أتمنى أن تصالحيني بكل شيء، أنا صديقتك المقربة وأسرارك في بئر عميق. نعم، كان يزورنا دائماً لأنه كان مدرس الأطفال، إنه إنسان لطيف. أعتقد أنك أحببته، خصوصاً أنك لم تحبي زوجك يا العمدة، وخصوصاً أن فريق العمر بينكما أكثر من 20 عاماً، وهو مشغول وليس لديه وقت لبيته. لا يوجد بيني وبينه شيء مشترك منذ أن تزوجنا، في الأفكار ولا في العواطف، أبدو له حتى بعد سنوات الزواج مجرد خادمة أعيش معه في وحدة قاسية. أنا لم أخبره أنني قادمة إليكم لأخبركم أن إليرت هنا، أنا أخطط لأن أتركه، لم أعد أحتمل الحياة معه، أريد أن أعيش إلى جانب إليرت، وهكذا أريد أن تنتهي حياتي بعد ألم سنوات مريرة. يبدو أنك قد أمضيت معه أوقات جيدة خلال دروس الأطفال. نعم، في تلك الأيام جعل مني إنسانة حقيقية، علمني كيف أفكر وكيف أفهم أشياء كثيرة، ولكن هنالك امرأة في حياته قديماً لا أعرفها، يوجد للأسف بيني وبين إليرت شبح امرأة. من هي؟ هل تعرفينها؟ لم يخبرني عنها الكثير، أحتفظ باسمها وكأنها سر قديم، لكنه لم يستطيع نسيانها، لكنه أخبرني عنها دون أن ينتبه أكثر من مرة أشياء مبهمة. مثل ماذا؟ قال أنها هددته بمسدس عندما افترقا، فهمت أنها تهوى استخدام المسدسات. هددته بمسدس؟ لا، لقد عاد جورج ومعه رسالة. هذه الرسالة، بإمكانك أن تضعيها يا سيدة إليفسيد في صندوق البريد وأنت ذاهبة إلى بيتك.
شكراً لكما يا أصدقاء، اسمحا لي بالذهاب، لقد تأخرت وأتمنى أن نلتقي قريباً. وداعاً. يبدو أنك غير منزعج من عودة أليرت. ولماذا أنزعج؟ لأنك نسيت أنه يحمل اختصاصاً مشابهاً لاختصاصك الأكاديمي النادر، وبهذا سوف ينافسك على الوظيفة ذات الشأن العالي والراتب الخيالي التي تقدمت إليها، ولولاها لما تجرأت أصلاً على الزواج بي. أتعتقدين أنه من الوارد أن يأخذ المنصب مني؟ يا إلهي، سوف تكون كارثة. نعم، هذا وارد، وعندئذ لن نصير أثرياء كما حلمنا، ولن نستطيع تحقيق أحلامنا إن ضاع منك المنصب والمال الذي حلمنا بأنه سوف يأتيك من خلال المنصب، والذي لولاه لما تزوجتك أبداً. سوف تكون حياتنا سيئة، ولن يكون في بيتنا حفلات رائعة للناس الكبار. سوف نكون فقيرين ومنبوذين من وجهاء المجتمع. كل هذا سوف يحدث إن نجح إليرت بأخذ المنصب منك. يا إلهي، لم أكن أفكر هذا عندما خططت لمستقبلي ورجعت إلى هنا. وما الحل الآن؟ لا أعرف ما هو الحل، لكن لننتظر ما سوف يحدث، وخلال الانتظار سوف ألهو قليلاً وأتسلى بمسدسات أبي كما كنت أفعل في أيام مراهقتي. مسدسات والدك الجنرال جابلر؟ نعم، مسدسات الجنرال أبي، وهي أفضل ما ورثته عنه. بقلم جاف. لقد جاء المسافر، عاد بعد زمن طويل، وبعودته استيقظ الماضي وانتهت خطط قديمة وبدأت خطط جديدة، وكأن المسافر الذي عاد هو أشبه بمفتاح. لقد فتحت عودته بابا لن يغلق بسهولة، إلى أن يزدل الستار على هذه المسرحية، مسرحية هيلدا جالبر لشيخ المسرحيين في العالم هنريك إبسن. ما تزال مسرحية هيلدا التي أبدعها إبسن إحدى كلاسيكيات المسرح الواقعي العالمي عبر عصوره المختلفة، وعرضت للمرة الأولى على الخشبة في عام 1891، وحققت آنذاك نجاحاً مدوياً، وسرعان ما ترجمت إلى عدة لغات عالمية، وتخاطفت نصها الفرق المسرحية في العواصم الأوروبية لأهمية الأفكار التي تطرحها، وكذلك للجرأة في نبش التراب عن المجتمع لتصوير مشكلاته الدقيقة والخطيرة. وهذا ما يميز مسرحيات إبسن من أول كلمة كتبها في حياته حتى الكلمة الأخيرة قبل أن يزدل القدر الستار على حياته. هيلدا جابلر ليست مسرحية بشخصيات كثيرة، وإنما بعدد قليل، ولكن كل شخصية رسمها إبسن بعناية سيكولوجية: جورج وهيلدا، السيدة إليفسيد وإليرت، العمة جوليا، الخادمة بيرتا، وصولا إلى القاضي براك. تبدأ المسرحية من لحظة رجوع هيلدا مع زوجها جورج من شهر العسل إلى بيتهما، وهما مليئان بالطموحات والأحلام الجميلة مع بداية حياتهما الجديدة. تبدو هيلدا وكأنها لا تبادل زوجها الحب ذاته بنفس المقدار، لقد تزوجته لأنها لم تعثر على فرصة أخرى، لقد شاء القدر أن صارت زوجة جورج فتقبلت الأمر بلا مبالاة. وتبدو أن حياة الزوجين سوف تكون هادئة. فجأة يظهر العشيق القديم لهيلدا، إنه إليرت، ليقلب حياتهما عن غير قصد رأسا على عقب. عاد العشيق القديم بعد أن استطاع أن يشفى من المرض وأن يحقق نجاحات جديدة، وصار منافسا لجورج على منصب الأستاذ الجامعي، مع أن إليرت في داخله لا ينوي منافسة أحد، إنه يريد أن ينتقم من الفشل الذي عانى منه سابقا فقط. ولكن الأحداث تسير إلى أن تتعقد الحكاية وتتشابك المصائر، فينتحر إليرت بتشجيع من هيلدا الخائفة على مستقبل أسرتها المادي، كما أنها تتلف مخطوطا مهما وضعه سابقا إليرت. إلا أن القاضي براك
يكتشف حيلة هيلدا ويبدأ بتهديدها على الرغم من غرورها وجمالها. عندئذ ترفض هيلدا الاستسلام، وأيضا وكما عشيقها القديم تأخذ مسدسا من مسدسات والدها التي كانت تلهو بها في مراهقتها وتطلق النار على رأسها. خيل لها أنها تنتصر، لكنها ببساطة كانت تقترب في كل مرة من هزيمتها الأخيرة خطوة أخرى، دون أن تعرف أن التلاعب بالأشخاص وبمصائر الآخرين لن ينتج عنه إلا مصير فردي أسود ونهاية حزينة. لقد انتهت هيلدا التي ظنت أن الحياة مجموعة من المغامرات الناجحة التي لا بد أن تنتصر بها ولو على حساب الآخرين. انتهت هيلدا، ونهايتها المؤلمة كانت شيئا محتوما لأي شخص يتلاعب بحياة الذين من حوله فقط لتحقيق النجاحات دون أدنى اعتبار لمشاعر الناس أو كرامتهم. لدينا في حياتنا 1000 هيلدا يمكن في بيوتنا أو بجانب بيوتنا أو بعد بيوتنا، في عملنا ودراستنا أو خلال أي مرحلة من حياتنا، في الدوائر الضيقة أو الواسعة من حولنا. إنهم أولئك الذين يقتلون الآخرين بدهاء وصمت دون أن يكشف أمر اضطرابهم النفسي العميق وشغفهم بالسيطرة وحب السلطة والتحكم. من حولنا يا أصدقاء يوجد الكثير من المجرمين، ولكن جرائمهم لا ترتكب بالأسلحة وهي دون دماء. قد لا ننتبه لهم، أحيانا نكون ضحايا لهم، ضحايا دون أن ننتبه أيضا، لكن قد ننتبه في الوقت بدل الضائع، خصوصا عندما نكتشف أن للنزيف شكلا آخر، شكلا لا مرئيا. إنه نزيف داخلي يأتي من طعنة لا مرئية من جهة آمنة، وهذا كل ما في الأمر. بين سطر وآخر ونفس وآخر تختبئ قصة يجب أن تروى، وحكاية وجب أن تقص، ليخرج أبطالها من بين الصفحات أحراراً من عالم الحبر والورق. نقدم لك مفتاح الرواية ونفتح باباً لدخول عالمها بقلم جاف.